الو ايوه رشا. يا دكتور انا كان عندي سؤال مهم. اتفضلي يا فندم. انا عندي 30 سنه وعندي ولدين. كويس. من الحمل الثاني بدا يحصل لي ضغط على المثانه، وكنت يعني شبه بعمل تواليت على نفسي. كان التواليت ده بيبقى فيه شعيرات دمويه كده. فالموضوع عدى وخلاص، انا ابني دلوقتي عنده 3 سنين. بدا كويس. تاني من سنه يرجع موضوع وجع فظيع اثناء التواليت، وكميات عدد مرات كتير. عملت كذا كذا تحليل ومزرعه بول وكل الحاجات، لدرجه ان موظف المعمل قال لي طب نشوف الزوج، يمكن يكون هو عنده تبيض بينقل، لان انت كل تحاليلك ما فيهاش اي حاجه. فانا دلوقتي حاليا انا لابسه، ولدرجه انا مش عارفه يعني اعمل اي حاجه في حياتي. يعني حضرتك ايه علاقه دوت بامراض النساء؟ يعني دي مشكله في البول، انت بتقولي بتيجي وقت الدوره مثلا ولا على طول موجوده؟ لا بس انا رابطه الموضوع بالجماع. اوكي. يعني كل ما بيحصل علاقه زوجيه بينزل دم في البول؟ لا، بعد الحمل والولاده لا خلاص ما بقاش فيه دم، بس يعني كل مثلا شهرين يحصل الموضوع ده. فانا انا رابطه الموضوع بالجماع، عشان كده انا فكري في دكاتره النساء. ايوه. مش في المسالك البوليه، وحضرتك برضو تفيدني. يعني انا حاليا رايحه لدكتور نساء. فانا عملت طب فحص مثلا اشعه تلفزيونيه بينت ان مفيش اي مشاكل ولا اي حاجه؟ لا، على الرحم مشاكل، اشعه على الموبايل، الحاجات دي كلها عملتيها ولا لسه ما عملتيهاش؟ لا ما عملتش اي حاجه. انا حاليا لابسه ومش عارفه اروح فين، يعني اي دكتور، لان انا طبعا عندي مشكله في النزول في الشارع. في الايه؟ عندي مشكله ان انا انزل، يعني انا خايفه لان انا بتعب. حضرتك بتستخدمي وسيله منع حمل ولا لا؟ طبعا باخد برشام بقالي سنتين. اوكي. طيب. انا مش عارفه، يعني عايزه حضرتك تفيدني. حاضر يا فندم. هو طبعا يعني احنا دايما بنقول ايه، المشاكل اللي هي في المسالك البوليه ومشاكل نسائيه هي مرتبطه في بعض الاحيان، يعني لان احنا بنقول دايما حتى بقى في تخصص اسمه المشاكل البوليه النسائيه دوت، بقى اليورو جاينيكولوجي ده بقى يعني زي بقى فرع متخصص موجود، مش موجود في مصر بس موجود خارج مصر. فعشان كده بيقول الاثنين مرتبطين. هي دلوقتي عندها المشكلة ان عندها دايما بيحصل لها نزيف او بتشوف دم بينزل في البول، وعندها آلام شديدة بعد العلاقة الزوجية. احنا بنقول في الحالات اللي زي كده لما بينزل دم في البول لازم حاجتين بيتعملوا، لازم بيتعمل تحليل بول ومزرعة، ولازم يتعمل منظار للمثانة نشوف ايه السبب في الموضوع ده، وطبعا اللي بيجريه طبيب المسالك البولية. في نفس الوقت لو هي شاكه ان في حاجه عندها في امراض النسائيه يبقى لازم تعمل اشعه تلفزيونيه، لازم تبقى انفستيجيتد بقى، تعمل اشعه تلفزيونيه تشوف اذا كان في مشاكل في الرحم، اذا كان في مشاكل في المبايض ولا لا، وفي الاخر خالص لما نوصل لدياجنوز نقدر ندي لها العلاج.